يوسف، محمد يوسف برجله الشمال ويفوت من الشيشيني وهيعمل بالعرض. كابتن محمد يوسف ده اخويا الكبير وانا بحبه على المستوى الشخصي، بقول له انت وحشني كتير وربنا يوفقك يا رب في الخطوه اللي جايه باذن الله، وانت تستاهل كل خير، وكان نفسي تكون متواجد معانا عشان يعني حضرتك بالنسبه لي حاجه كبيره، وبالنسبه لكل اللعيبه دايما بتبقى بتساند اللعيبه ودايما بتحس باللعيبه حتى اللي بعيده عن الملعب، بتكلمهم وبتعرف التواصل مع اللعيبه وبتعرف تاخد احسن حاجه من اللعيبه. ربنا يوفقك يا رب. وحشنا جدا وان شاء الله بتوفيق الفتره اللي جايه، وربنا يكرمك ان شاء الله ونشوفك قريب يا رب ان شاء الله. بس واتمنى له التوفيق يعني في الفتره اللي جايه في اي مجال هيخشه. بنرحب طبعا بالكابتن يوسف وبنقول له منور قناه النادي الاهلي وشاشه النادي الاهلي، والكابتن يوسف طبعا من الناس اللي بينا عشره كبيره جدا، المجموعه القديمه اللي بقى لها فتره في النادي، يعني كنا محظوظين من الجيل اللي كان خدنا 2000 بطوله افريقيا 2012 و2013 وهو مسؤول في الجهاز وهو مدير فني بعد كده، فلينا ذكريات جميله مع بعض ولينا ايام جميله، فدايما منور ودايما متواجد. ان شاء الله الفتره الجايه نتمنى يبقى موجود في الدوري الممتاز مع اي فريق، لان كابتن يوسف اضافه وقيمه لاي فرقه موجوده في الدوري. وكابتن يوسف من الناس اللي حافظه النادي الاهلي كويس جدا وعارف سيستم ونظام النادي الاهلي، ومن الناس اللي ادوا دورهم على اكمل وجه وما بتاخرش عن النادي الاهلي خالص، فيعني بتمنى له التوفيق وحشنا، وهو من الناس اللي قريبه مننا على طول، على تواصل مع بعض وبنتكلم مع بعض على طول وبتطمن علينا وبتطمن على الفرقه، فيعني الكابتن يوسف من الناس القريبين من قلوبنا وبنحبه جدا وبتمنى له التوفيق يعني الفتره اللي جايه. من الناس اللي انا بحبها جدا وبعتز بيها في حياتي يعني، ومن الناس اللي وقفوا جنبي يعني كتير جدا. احنا ما تعاملناش كتير مع بعض يعني، قعدنا سنتين تقريبا، بس يعني بصراحه من احسن المدربين اللي الواحد تعامل معاهم يعني، في موقف بينا كتير يعني، وانا يعني اللي لا يعني انا دايما على طول هو يعني انا مثلا ساعات بحب اقرا كتب بتاعه، هو دايما يجي يقعد بقى ينصحني اكتر ان انت تقرا، كان بيبسط ان انا احب اقرا على طول، يقول لي انت دي حاجه كويسه فيعني انا بتمنى له التوفيق طبعا في الفتره الجايه، و يعني ربنا يوفقه ان شاء الله، ومن الناس اللي انا بحبها جدا في حياتي يعني. كان على طول بيشوفني، هو كان على طول بيقول لي انا كنت بشوف اللي انت فيه شخصيه النادي الاهلي، او كنت اول ما طلعت بقى كنت بحس ان انت عندك شخصيه. فلا كابتن يوسف طبعا في الملعب هو اول واحد زي ما قلت لعبت معاه، وغير كده طبعا كان على طول بيتكلم معايا بشكل ايجابي، ويعني حاجه برضو اتكلم في حقه، هو خلاص دلوقتي مشي من النادي. طبعا كابتن يوسف من الناس اللي ممكن كان الناس بتتكلم عليه في الفتره اللي فاتت، كابتن يوسف ما كانش ليه اي ذنب، الراجل ده بيحب النادي الاهلي جدا، وده كلام انا ممكن بعد ما هو مشي فيه، ممكن بعد ما المدرب يمشي اقول عليه كلام مش كويس، بس دي شهاده حق بقولها له طبعا وبوجهها له، يمكن اول مره اقولها. لا الراجل ده اتظلم فعلا، وكان بيحب النادي من قلبه، وكان بيشتغل وكان بيدي كل اللي عنده، وكان بيخلص للنادي جدا، فاتمنى له التوفيق الفتره الجايه، وبقول لكابتن يوسف وحشتنا واشوفك بقى قريب ان شاء الله. عبد الجليل يوسف، محمد يوسف برجله الشمال ويفوت من الشيشيني وهيعمل بالعرض.